عليكم مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو هذا ومرحبا بالناس كلهم اللي مسجلين معنا في الفورماسيون ديال ليبنوز. اول حاجه معكم المدرب احمد هندية، مدرب معالج مجال التنويم المغناطيسي من سنه 2014، وبدينا ليبنوز من سنه 2013، وهذا الشيء هذا بالدليل على قناتنا في اليوتيوب ديال احمد هندية. اول حاجه دابا حاليا غندوي على الفورماسيون اللي غنديروها عاوتاني مجددا، فورماسيون حضوريه في مدينه مكناس المهايه. الفورماسيون الحضوريه كيفاش غادي دار وكيفاش غادي تكون وكيفاش الطرق ديال التسجيل وشنو غيكون في هذه الفورماسيون هذه وشحال الثمن. جميع المعلومات غنعطيوها في هذا الفيديو هذا وجميع الاسئله ديالكم غتلقاوها في هذا الفيديو هذا. اول حاجه الناس اللي بعادين بزاف يمكن لهم يديروا الفورماسيون عن بعد، والناس اللي بغاو يجيو يحضروا يمكن لهم يجيو يديروا الفورماسيون ديالهم. اول حاجه غندوي على الفورماسيون عن بعد. الفورماسيون عن بعد هي كتكون عبر التطبيق ديال التليجرام وكنرسلوها ليك وكتبقى معاك الفورماسيون مدى الحياه، مدى الحياه كتبقى معاك الفورماسيون. ثاني حاجه الناس اللي تدربوا عندنا كاين طهاليو، كاين بزاف ديال الناس اللي داروا لي فورماسيون عندنا، ماجستير كبير تبارك الله في العالم العربي، ودار عندنا فورماسيون ديال لي بلونز تبارك الله، راه ولا بروفيسيونيل حتى هو، يا ولا حتى هو كيدرب الناس وكيعالج الناس، هادشي عن طريق الفورماسيون عن بعد. اما الفورماسيون الحضوريه فبلا ما نديو، فراه بزاف ديال الناس منهم ابو بكر ومنهم العديد راهم كاينين في القناه ديالنا في يوتيوب كيدويو على لي فورماسيون ديالنا وعلى لي فورماسيون حضوريه. فالفورماسيون اونلاين لابليكاسيون تيليجرام سجلها كصيفط للفيرمون ديالك وكصيفط لك الفورماسيون كتقراها، الا ما فهمتيش شي حاجه كنشرحوها لك، راه كلشي كنبسطوه بزاف. ثاني حاجه الفورماسيون الحضوريه اللي غدير مورا العيد، التاريخ ديال الفورماسيون غيكون في الوصف ديال الفيديو، المعلومات ديال الفورماسيون غتكون في الوصف ديال الفيديو، غتلقاو السيت الموقع دخلوا ليه غتلقاو المعلومات كامله. فكيفاش غدير هاد لافورماسيون؟ هاد لافورماسيون غدير في المقر ديال المنزل الشخصي ديالي. علاش بغينا نديرو في المقر ديال المنزل الشخصي ديالي؟ اول حاجه الفورماسيون ما كيكونش عندها واحد الحد ديال الوقت، فبعض المرات كنفوتو الخمسه ديال العشيه، كنبداو مثلا من العصر كنبداو التدريب 11، كنفوتو الخمسه ديال العشيه 6 ديال العشيه. ثاني حاجه في المقر ديال المنزل ديالي كنستهدفو لي فورماسيون بزاف، علاش؟ حيت كيكون الكالم بزاف، كيكون الهدوء بزاف، كيكون الراحه بزاف، كيكون الاستيعاب بزاف مقارنه مع السنتر او مع المركز. فكذلك ثالث حاجه هو المبيت، الناس اللي كيجيو عندنا تقريبا من اكادير، مراكش، طنجه، وجده، الناس اللي كيجيو عندنا بزاف الناس بعادين ما كيقدروش على المصاريف ديال لوطيل الى اخره، كيقول لك ندوز للسنتر نقراو خصني باش ندير بلاصه وخصني الاكل والشراب الى اخره، فلوطيل غيتزاد عليا المصاريف بزاف، فغنضطر ندير الفورماسيون اونلاين، ولكن انا باغيها حضوريه اكثر. فهادو درنا اليوم ان في المقر ديال المنزل الشخصي ديالي غيكون المبيت مجانا، وهذا الشيء هذا ماشي اول مره غنديروه، فراه درناه من قبل وهذه هي ثاني مره غنديروا هذه الفورماسيون الحضوريه. ان اول حاجه الفورماسيون غدير في مكناس المهايا، انت كتجي غير المكناس وكتشد الطاكسي للمهايا، وانا شخصيا كنتلاقى معاك وكنجيبك، كتلقى المبيت متوفر، كتلقى الاكل متوفر، الشراب متوفر، اي حاجه متوفره، انت اللي عليك هو غير كتركب وكتجي. هذا الشيء هذا ما غتلقاه في حتى شي واحد كيديرو تقريبا في العالم كامل، غيقول لك اجي دير الفورماسيون ديالك وسير قلب فين تبات، ولكن حنا لا، جيتي عندنا مأمن خصنا نخليوك مأمن وتكون نفسيتك مأمنه وتمشي مأمن. هنا دوينا على المبيت. اول حاجه ثاني غندوي على الفورماسيون ديال ليبنوز. الفورماسيون ديال ليبنوز كتكون فيها ثلاثه ديال المستويات، كتكون فيها المستوى ديال التنويم العلاجي والتنويم الترفيهي والتنويم الذاتي. التنويم المغناطيسي كنديروا ثلاثه ديال الحوايج، كنديروا باش نضحكوا الناس، نديروا عروض، نخدموا في المسرح، نخدموا مع جمعيات، نخدموا مع لي زوتيل، نخدموا مع مطاعم الى اخره، من اجل الترفيه، نتحكموا في العقول الناس، نلعبوا لهم بالعقول ديالهم. كاين العلاج، هو المستوى الثاني هو العلاجي، العلاج باش نعالجوا الناس، الناس عندهم مشاكل نفسيه، الناس عندهم امراض نفسيه، الناس اللي عندهم الادمان، الناس عندهم قلق، توتر، المشكل في الوزن، الافكار الزائده، اي مشكل نفسي كنديروا له التنويم المغناطيسي، والنتيجه كتكون في عالم واحد الشكل هو كبير. كاين المستوى الثالث اللي هو التنويم الذاتي، هو التنويم كنديروه لراسنا حنا، كنستعملوا لذاتنا حنايا باش نحققوا اهدافنا ونبرمجوا عقلنا ونوصلوا لاي حاجه بغينا نوصلوا ليها. فهادو ثلاثه ديال المستويات، كل فورماسيون كتكون هي وحده على حسب الفورماسيون اللي كنديروها. كنا الفورماسيون كنديروها ب 600 اورو، 6000 درهم المستوى الواحد، الا بغيتي التنويم العلاجي 6000 درهم والتنويم الترفيهي 6000 درهم والتنويم الذاتي 2500 درهم. دابا حاليا درنا واحد البرومو ودرنا واحد الخصم بالمناسبه ديال عيد الاضحى، واحد الخصم ما غتلقاه في حتى شي بلاصه، وهذا العرض ما غتلقاه في حتى شي حاجه، والمعلومات ما غتلقاهم في حتى شي بلاصه كذلك،
القيمه الفورماسيون ما غتلقاها في حتى شي بلاصه، المعلومات ما غتلقاها في حتى شي بلاصه، المدرب ما غتلقاها في حتى شي بلاصه. فلذلك المستويات بثلاثه غتاخذهم بواحد الثمن اللي هو رمزي جد رمزي جد رمزي رمزي لواحد الدرجه جنونيه. عاد غادي نعطيوك تعليمات كيفاش دير التسويق اولا كيفاش تشهر راسك من بعد ما تعلم هذا الدومين هذا. نعطيوك تعليمات كيفاش تشهر راسك في هذا الدومين هذا، كيفاش الناس يعرفوك وكيفاش الناس يجيو عندك يجيو يديروا الجلسات العلاجيه ب 1000 درهم الجلسه. وغنعلمو كذلك كيفاش دير العروض الترفيهيه وكيفاش تخدم في عروض ترفيهيه، العرض الواحد ب 1000 درهم 1500 درهم حتى 2000 درهم. وكذلك غنعطيوك بعض التقنيات اللي غيخليوك انه ممكن تولي مدرب من بعد من بعد ما تتعلم وتشد راسك مزيان في ليبنوز وتولي تقري الناس الدومين ديال التلويب من 2500 درهم فما فوق الشخص الواحد. فغنعلموك التقنيات كامله، الخبره ديالنا من 2013 غنعطيوها لك في دو جور في يومين. ما يمكنش؟ اه ممكن، معانا حنا ممكن، واحد اخر راه ما يمكنش، واحد اخر واخا تاع عام راه ما يمكنش، تاع عامين ما غيمكنش، وانت حداك تاع 50 ما يمكنش، ما غتعلم عند حتى شي واحد، ولكن حنا كنقولوا لك يومين. حنا من بعد ما غدوز الفيرمون ديالك غتعطينا الاسم ديالك الكامل، غتعطينا الرقم ديال الهاتف ديالك، غنعطيوك العنوان، كتصيفطنا الفيرمو هو الاول، كنعطيوك العنوان ديالنا فين كاينين، كنعطيوك كذلك التاريخ، كنعطيوك المسائل كلها ديال الفورماسيون باش غادي تحضر ليها، وكنعطيوك فورماسيون ديال التنويم ب 5000 درهم اونلاين فابور. الاونلاين الناس اللي غيجيو الحضوري غنعطيوه الاونلاين فابور، غنعطيوك التنويم العلاجي، غنعطيوك التنويم الذاتي، وغنعطيوك التنويم الترفيهي، وغنعطيوك بعض الكتب مجانا للسعر ديالها 800 درهم كنعطيوها لك فابور، كنعطيوك ساعة ديال التنويم المغناطيسي فابور، وكذلك في نفس الوقت غنعطيوك دورات ثانية فابور، وغنعطيوك بزاف ديال الحوايج ليا فابور. هذا ثاني مرة كنديرو هاد الخصم وهاد الميزة هادي، فقلنا نحيوها من جديد معاكم عاوتاني تانتوما الناس اللي جداد اللي ما استفدوش من الفورماسيون اللي دازت وسجلوا فيها الطلبه الاخرين. فانت جا الدور ديالك دابا حاليا باش تسجل في هاد لافورماسيون هادي، اتحداك تمشي تقرا عند اي واحد وتاخذ واجي وشوف المعلومات اللي عندنا والتقنيات اللي كنعطيوها والمساعده اللي كنساعدوا بها الطلاب واش هي نفس المعلومات اللي كتعطى لنا الساهم. فالتجربه فراها واضحه، اول حاجه قبل ما تدرب عند اي واحد شوفوا هو واش كيدير ليبنوز، شوفوا واش هو عنده قناه في يوتيوب، شوفوا الناس اللي قراهم واش تعلموا او ما تعلموش، شوفوا الناس اللي تعلموا على يديهم شنو كيقولوا عليهم، وما الى ذلك عاد تمشي عند مدرب. حنا جميع الادله اللي كتثبت اننا بروفيسيونال في الدومين ديال ليبنوز وكنعلموا الناس وكنساعدوا الناس وكنعاونوا الناس باش يوصلوا للاحترافيه ديالهم في ليبنوز بلاص ما يتطلب لهم عام عامين ثلاث سنين ربع سنين وما نعرفوش يتعلموا، فحنا كي كيجيو عندنا كيتعلموا. من بعد ما كدوز الفيرمون ديالك كنعطيوك المعلومات ديال لي فورماسيون، كنعطيوك لي فورماسيون تبدا تقراهم، بما انت كتقرا اونلاين راه بحالك الناس اللي تعلموا اونلاين انت غتعلم اونلاين، غنعطيوك اونلاين ولكن غتجي تحضر ديك دو جوغ ديك يومين هي اللي غنراجعوا معاك داكشي اللي في الاونلاين، غنطبقوا معاك داكشي اللي في الاونلاين وغنشوفوك واش ديتي داكشي اللي في الاونلاين، شديتي غنزيدو نعطيوك شي حويجات زوينين، ما شديتيهمش اولا ما فهمتيش اولا شي حاجه غنزيدو نعاونوك حتى غنخليوكم في ديك دو جوغ كلشي يخرج بروفيسيونيل. فهاد العرض راه محدود وخصم محدود وما غتلقاوه في حتى شي بلاصه، وانا دائما احمد هنديه كيقول لكم بانه غيضمن لكم التعلم في مجال التنويم المغناطيسي. هذا كلشي، شوفوا الاعلان راه كاين في الوصف ودوزوا عندنا الواتساب ويمكن لكم تسجلوا وتبداو حتى نتوما الدومين ديال ليبنوز. السلام عليكم، اهلا وسهلا بالحضور الكريم، اهلا بالمستمعين، اهلا بالمشاهدين
الاعزاء. اعود بلم قلت انا معالج طبيعي. انا معالج طبيعي كنشخص الانسان وكيتعالج. ودابا الحمد لله درنا واحد فورماسيون اكتشفنا هاد الفورماسيون فيها فوائد كثيره. ودرنا هاد الفورماسيون ديال التنويم المغناطيسي العلاجي والترفيهي. وكانت وهذه المناسبة هذه كنشكر الأستاذ العظيم سي أحمد هندية، كنشكره بزاف اللي أعطانا كل ما كيملك من المعلومات، واستفدنا معه بزاف، وكنشكره بزاف، وكنشكره المجموعة اللي دارت معنا هذا الفورماسيون، وكانت الفورماسيون مهمة بزاف. هذه بالمناسبة أنها مهمة جدا للمشاكل النفسية والمشاكل ديال الإدمان. هذا التنويم المغناطيسي مهم جدا في الامور ديال الادمان والامراض النفسيه، فاحنا راه الاشاره اللي احتاجنا في مدينه فاس او غيرها، احنا موجودين نقدموا يد مساعده. وتحيه للجميع وشكرا للمشاهدين الكرام. السلام عليكم، معكم بوجمع الوالي، مختص في التلويض الطبي والعلاج الفيزيائي بمدينه وجده. الان كنزيد واحد التتويج اخر اللي هو تكوين أو دورة تكوينية في مجال العلاج بالتنويم المغناطيسي مع أحد مراجع التنويم المغناطيسي بالعالم العربي الأستاذ أحمد هندية، اللي كنشكره من هذا الباب. واستفدنا كثيرا من هذه الدورة هذه، لا فيما يخص الجانب النظري ولا فيما يخص الجانب التطبيقي. نزيد نكرر الشكر ديالي للسي أحمد هندية والاخوان الطلبه اللي شاركوا معايا هذه الدوره، وانا في خدمه يعني الساكنه بالمنطقه الشرقيه عامه وبمدينه وجده خاصه فيما يخص العلاج بالتنويم المغناطيسي، اللي كيعالج كثير من الامور المتعلقه بالمشاكل النفسيه، بالسمنه، بانواع الالم الى غير ذلك. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم، معكم عزيز كركريم من مدينه القنيطره. حقيقة هذه سنوات كثيرة وأنا مهتم بالعلاجات الطبيعية بما في ذلك خصوصا العلاجات النفسية وما شابها، وبديت تقريبا منذ سنوات دراسة علم اليوغا، ميديتاسيون، شي كونغ، لاكسيس بارس، وآخر دورة كانت عندي منذ أيام وأنا كنديرها مع الأستاذ أحمد هندية. الحمد لله دوزنا أيام فهاد تخصص ديال التنويم المغناطيسي العلاجي وسبيكتاكل، وانا درت تخصص ديال ليبنوز العلاج الادمان اللي اعتبرته يعني واحد موضوع مهم جدا واللي كيهم فئه كثيره من المجتمع اللي في حقها مصابه بهذه الافه ديال الادمان. فانا حاولت نقدم شي حاجه للمجتمع بمساعده يعني المدرب الكفء أحمد هندية، اللي في الحقيقة شفت فيه واحد تكملة المسار ديالي اللي في الحقيقة نهيته بهاد التعلم ديال هاد ليبلوز عند الأستاذ هذا. كنظن أنني يعني كمل جميع المراحل، خصوصا بأني الدورة التكوينية درتها في الدراسات النفسية في مجموعة من التخصصات. الآن الحمد لله إن شاء الله غنبدأ يعني نحاول نقدم يد المساعدة لمجموعة من الأشخاص المدمنين اللي محتاجين أنهم يعني يتخلصوا من هذه الآفة هذه، وأنا تحت يعني الإشارة ديالهم إن شاء الله ومدى العمل ديالي بداية القنيطرة إن شاء الله. فكل ما اللي مهتم إن شاء الله يكون إن شاء الله تواصل. وكنخص بالذكر الأساتذة اللي تعلمت عليه الدوم سواء في الدراسة النفسية ولا في اليوغا، الميديتاسيون، لاكسيس بارز والتنويم المغناطيسي. وكنشكر في هذه المناسبة الآن لأن في هذا التتويج هذا اللي كنفتخر به بيد أحمد هندية، اللي كنعتبره يعني أول وأقوى كوتش في التنويم المغناطيسي في العالم العربي. وكنتمنى أن الإنسان اللي مهتم وجاته فرصه انه ما يضيعش الفرصه يعني ويلتحق بالتنويم مع الاستاذ هذا، اللي في الحقيقه هذه المده هذه اللي تعلمت يعني غيرت كثير 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 من المفاهيم عندي الحمد لله. وغنحاول انا ما نكونش اناني، نقدم هذه الخدمات اللي خديتنا عند الاساتذه وعند السي احمد، نقدمها للمجتمع. شكرا.